أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أبنائي طلاب الصف الثالث الابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله العلي القدير أن يحفظنا وإياكم وكافة المسلمين، ويصرف عنا وعنكم كل شر وداء وسوء ومرض وجبن وكيد وحسد، ويبعد عنا وعنكم شر المرض والجنون والجذام وسيء الأسقام، ويعيدنا إلى مدارسنا سالمين غانمين لا فاقدين ولا مفقودين. أبنائي وأحبائي، كنا قد انتهينا من تلاوة سورة الممتحنة، ونبدأ اليوم بتلاوة سورة جديدة وهي سورة الحشر. إذن سورة الحشر نبدأ بتلاوتها هذا اليوم، والحشر هو يوم من أيام القيامة عندما يحشر رب العالمين البشر إلى يوم في يوم القيامة، كي يعرف كل إنسان مكانه إن كان في الجنة أو في النار. إذن بعد الحشر يبدأ الحساب، ونبدأ الآن بتلاوة الآيات، وأتمنى عليكم الانتباه إلى التلاوة بشكل جيد والانتباه إلى لفظ الأحكام كي يتسنى لكم التلاوة بشكل جيد وسليم إن شاء الله وصحيح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. صدق الله العظيم. إذن وصلنا إلى الآية الثالثة في تلاوة سورة الحشر. أتمنى عليكم إعادة التلاوة كي يتسنى لكم التلاوة السليمة الصحيحة، والانتباه إلى ما ورد فيها من أحكام المد بالواو والمد بالألف والمد بالياء، وأحكام التنوين والنون الساكنة والميم الساكنة. وأتمنى من الله العظيم رب العرش الكريم أن تكونوا من حفظة كتاب الله، وينفع الله بنا وبكم الإسلام والمسلمين، إنه على كل شيء قدير. ونعيد الآن تلاوة الآيات مرة ثانية إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر،
ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. صدق الله العظيم. إذن بذلك نكون قد وصلنا إلى الآية الثالثة في تلاوة سورة الحشر. أتمنى من الله العلي القدير أن تكونوا من حفظة كتاب الله وأن تعيدوا تلاوة الآيات عدة مرات بشكل سليم كي يتسنى لكم تلاوة وحفظ الآيات بشكل جيد. وبارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.